الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن بقية قصة سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونحن اليوم في اللقاء 11 في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن رجوع إخوة يوسف إلى مصر، ومعهم أخاهم بنيامين، ونحوهم على يوسف عليه السلام. رجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى مصر، ودخلوا من أبوابها المتفرقة كما أمرهم أبوهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ثم دخلوا على يوسف الصديق عليه السلام، فأنزلهم منزلا رحبا، وأكرمهم وأحسن ضيافتهم، وقدم لهم الطعام والشراب، وأجلس كل اثنين من إخوته على مائدة واحدة. فبقي بنيامين وحيدا، وقال بحزن ورأفة: لو كان أخي حيا لأجلسني معه. فسمع يوسف عليه السلام كلام أخيه من أبيه وأمه، فضمه إليه وقال لإخوته الحاضرين: إني أرى هذا وحيدا فأجلسه معي على مائدتي. فلما جاء الليل جاءهم بالفراش، فنام كل اثنين من إخوته على فراش، فبقي بنيامين وحيدا. فقال يوسف الصديق: هذا ينام معي. فلما خلا وانفرد به قال له: هل لك أخ من أمك؟ فقال له بنيامين: كان لي أخي من أمي فمات. فقال له: إني أنا أخوك يوسف، فلا تبتئس، أي لا تحزن ولا تيأس بما كانوا يعملون. فما مضى من حسدنا، وما حرصوا على صرف وجه أبينا عنا، ولا تعلمهم بما أعلمتك. قال الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سورة يوسف. عمل يوسف عليه السلام لإبقاء أخيه بنيامين عنده إكراما، أكرم يوسف عليه السلام إخوته وأحسن ضيافتهم، ثم أوفى لهم الكيل من الطعام، وحمل بنيامين بعيرا باسمه كما حمل لهم. ثم لما وفاهم وقضى حاجتهم، جعل السقاية، وهو الإناء الذي يشرب فيه الملك ويأكل به الطعام، وقيل كان مرصوعا بالجواهر الثمينة، في رحيل أخيه ومتاعه وإخوته لا يشعرون. فلما ارتحلوا مسافة قصيرة أرسل الطلب في أثرهم، فأدركوهم، ثم نادي مناد فيهم قائلا: أيتها العير، أي القافلة التي فيها الأحمال، إنكم لسارقون، فقفوا. فقيل: ثم وصل إليهم رسول يوسف ووكله، وأخذ يوبخهم ويقول لهم: ألم نكرم ضيافتكم، ونوفيكم كيلكم، ونحسن منزلتكم، ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم، وأدخلناكم علينا في بيوتنا، وأنتم تسرقوننا. فإن قيل كيف نادى الملك بأنهم سارقون وهم في الحقيقة لم يسرقوا؟ أجاب المنادي: نادى وهو لا يعلم أن يوسف عليه السلام أمر بوضع السقاية في رحل أخيه، أو يكون المعنى أنكم لسارقون فيما يظهر لمن لا يعلم حقيقة إخباركم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. سورة يوسف. ولما أقبل المناد ومن معه على إخوة يوسف يتهمهم بالسرقة، قال إخوة يوسف عليه السلام: ماذا تفقدون؟ ما الذي ضل عنكم وضاع؟ فقالوا لهم: نفقد صواع الملك ولما جاء به ودل عليه، فلما
فلما حمل بعير من الطعام وأخبرهما المنادي أن الكفيل بالوفاء بالحمل من رده يقول الله تبارك وتعالى. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سورة يوسف. فلما سمع إخوة يوسف عليه السلام ما قاله المناد ومن معه من حاشية الملك قالوا لهم ما جئنا لنفسد ولسنا سارقين كما قال الله تعالى. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. سورة يوسف. فحلفوا بالله وقالوا أنتم تعلمون أننا ما جئنا للفساد والسرقة، ونفوا أن يكونوا سارقين. وهنا رد عليهم منادي الملك وأصحابه، فما جزاء من تواجد في متاع سقاية الملك إن كنتم كاذبين؟ قالوا كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. فأجابوهم إخوة يوسف إن جزاء من تواجد في متاعه ورحيله سقاية الملك أن يستبعد، يعني يكون عبد عندكم يعني بذلك. وقيل إن هذه كانت سنة آل يعقوب، وهذه كانت من شريعتهم، وهي شريعة إسرائيل، وهي إن السارق يدفع ويسلم إلى المسروق منه. قال الله عز وجل: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. سورة يوسف. ولما قال إخوة يوسف عليه السلام مقالتهم وإن جزاء من تواجد معه سقاية الملك أن يؤخذ ويستبعد، فتش رسول الملك الأوعية وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهم بنيامين، مبتدئا بالكبير ومنتهيا بالصغير لإزالة التهمة وليكون أبلغ في الحيلة. فوجد سقاية الملك في وعاء أخيهم بنيامين فاستخرجها منه، فأخذ بنيامين وانصرف به إلى يوسف يقول الحق تبارك وتعالى. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وبإذن الله عز وجل سنكمل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيثما كنتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.